صدام داخل غرفة ملابس المنتخب السعودي والأمور تخرج عن السيطرة بعد إقالة مانشيني. خبر سار لمشجعي المنتخب السعودي، الفرنسي هيرفي رينارد قد يعود لتدريب المنتخب الأخضر. إليكم التفاصيل. لم يترك الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي السابق ذكرى مميزة بعد 414 يوماً قضاها على الدكة الأخضر، إذ بدأها بهجوم جماعي على لاعبي المنتخب وأنهاها بانتقاد علني للاعبه علي البليهي. وعلى إثره كان لابد من اتخاذ التدابير اللازمة لتدارك الأمور، إذ قال الاتحاد السعودي لكرة القدم أن الفرنسي هيرفي رينارد عاد مرة أخرى لتدريب منتخب المملكة بعد إقالة نظيره الإيطالي روبرتو مانشيني الخميس بسبب سوء النتائج. وأعلن رينارد عودته في فيديو بثه حساب الاتحاد السعودي على حسابه في أكس، قال فيه: لم أكن أنوي الرحيل، لكن عندما يطرق وطنك بابك يجب عليك أن تجيب. This is a pressing. And a lot of pressing doesn't mean you will go higher. Last time, Messi at the middle of the pitch. He has the ball. You stay in front of the defense. وصرح رينارد: علاقتي بالسعودية وبالجماهير وباللاعبين وجميع الذكريات لا يمكن أن أنساها، مضيفا: لم أنهي قصتي مع السعودية بعد، والحمد لله لقد عدت. وكان المدرب الفرنسي ترك الصقور بطريقة جدلية للانتقال لتدريب منتخب سيدات بلاده الذي كان يستعد للمشاركة في كأس العالم. وكان المدرب الفرنسي قد ترك المنتخب السعودي بطريقة جدلية رغبة منه في الانتقال لتدريب منتخب سيدات بلاده الذي كان يستعد للمشاركة في كأس العالم قبل أن يقدم استقالته في أغسطس آب الماضي عقب الخروج من الدور ربع النهائي أمام البرازيل في الألعاب الأولمبية. وفي يوليو تموز 2019 تولى مدافع كان في ثمانيات القرن الماضي قيادة منتخب السعودية بعد تجربة على رأس الجهاز الفني المغربي ومشاركة في مونديال روسيا خرج فيه من الدور الأول، كما قاد المنتخب الخليجي للتأهل إلى كأس العالم 2022 بعد تصدره مجموعته الآسيوية، وشهد الأخضر تحت إشرافه استقراراً فنياً، في حين حققت السعودية في مونديال قطر فوزاً افتتاحياً تاريخياً على الأرجنتين التي أحرزت اللقب لاحقاً قبل أن يودع من دور المجموعات. وكان المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني الذي خلف رينارد أقيل بسبب سوء النتائج الخميس. وفي هذا الإطار كانت مباراة السعودية التي تعادل فيها مع البحرين الثلاثاء في 15 أكتوبر ضمن الدور الثالث من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بمثابة القشة التي قصبت ظهر المدرب الإيطالي مع الأخضر. ولم تجمع السعودية سوى 5 نقاط في 4 مباريات ضمن التصفيات، وتعادلت في بداية المشوار على أرضها أمام أندونيسيا، ثم فازت بصعوبة على الصين قبل أن تسقط على أرضها مرة أخرى أمام اليابان وتتعادل مع البحرين. ويضع الاتحاد السعودي أولوية بناء منتخب قوي في ظل الإنفاق الكبير على استقطاب اللاعبين الأجانب إلى الدوري المحلي واقترابهم من استضافة كأس العالم 2034.